والمستقبل وشايف الامور ازاي، خاصه انك بالبلدي كده دايما بتنكش ورا النجوم، ولك من الخبرات ولك من تاريخك الحافل مع منتخبات الشباب ان عينك بفضل الله كرويه كويسه، بتنقي تيم كويس، بتعامل بشكل كويس، بتحقق ايجابيات كتيره. منتخب الشباب ده ربما البعض غير متابع، ربما مش شايف، عايزين نعرف ايه حدوث المنتخب الشباب حتى هذه اللحظه. هو ساعه ما كلفت طبعا انا بدات من 1/7 اللي فات ده حضرتك، والوقت طبعا مش كتير لكن لازم نشتغل، ومطلوب بقى انتقاء ومطلوب بناء ومطلوب سلبيات وايجابيات وشخصيه وحاجات كتيره جدا. بس انا عارف الكابتن ربيع الاستراتيجيه اتحطت ازاي، لفيت قد ايه، رحت شفت قد ايه، الحاجات لازم. اللي انت بتعملها دايما وده الصح السبب، انت داخل بفكره ايه اللي هتعمله، ما لازم اقدم شغلي على الورق، شغل الورق ال 17 شهر او 18 شهر او ال 20 شهر اللي هشتغل فيهم، انا بقول هعمل ايه اول موسم وثاني موسم وثالث موسم. ان شاء الله الماتشات الرسميه عندنا 5/5/2020 باذن الله تعالى. انا عملت معسكرين لحد دلوقتي لمده 10 ايام، عملت فيهم ثلاث مباريات ان شاء الله تعالى. بلف طبعا عندنا دوري الجمهوريه 440 لاعب، ودول مش كفايه. انا عملت احصائيه بالنسبه لمواليد 2001 و2002، ودول المفروض اشوف منهم، اشوفهم عشان اعمل منتخب. 440 لاعب بس في هذا الدوري الجمهوريه، على مستوى دوري الجمهوريه اللي عندنا 18 نادي، 18 نادي في 30 تقريبا 440، 18 نادي الجمهوريه اللي هم احسن ناس. تمام. الاهلي والزمالك وانبي وخلك والمقاولين اللي هم بتوع الدوري الممتاز. تمام. لا انا بقول كده، المفروض انا عملت احصائيه 7707 دول 2001 و4000 وشويه مواليد 2002، دول يعملوا 13000. انا من وجهه نظري لازم اشوف 13000. 13000 ده المفروض، ده المفروض انا مش هشوف لان ما عنديش وقت. تمام. ده الصح من وجهه نظري انا. طب بتقسمها ازاي دي بقى يا كابتن؟ بقسمها على الورق طبعا، انا عندي وقت ممكن انا اشتغل في اليوم ال 24 ساعه، ممكن اشتغل 20 ساعه. بدل انا كلفت يا استاذ ايهاب يبقى لازم اعمل حاجه مهمه جدا، لازم الناس تفطن ليها. انا ما بعملش منتخب فيه 20 لعيب، انا بعمل جيل لمصر. هو ده السوق، شغل المنتخبات يا استاذ. جيل كهربا وصالح جمعه وتريزيجيه، الجيل العظيم اللي انت عملته 89 90 برضه اللي كنت ماسكه، في جيل برضه، ده اللي اقصده. اي مدرب منتخب يا استاذ ايهاب لازم يعمل حاجه اسمها جيل لمصر متواصل، يبقى في عندك بس الانديه اولا بنشتغل عشان الفريق الاول الكبير في النادي، وبعدين المنتخبات الكبيره، وبعد كده الاحتراف التسويق، هو ده اللي هو شغل المنتخبات. فعشان كده بيبقى عاوز وقت طويل، واشوف انا عندي استعداد اشوف مصر، وعندي استعداد اسافر كل يوم محافظه، لان انا كلفتي دي امانه، وبعدين دي حتتي بفضل الله تعالى. وبعدين ما ينفعش ابقى مدرب المنتخب واقعد عشان اعمل جيل واعمل منتخب واعمل شخصيه واصنع لك لعيب دولي يقدر يواجه المنتخبات الافريقيه بالزبط. اللي هي بتتطور بشكل غير عادي، وانا قاعد في البيت ما ينفعش. بدل كلفت فلازم اتعب واشتغل. انت حاليا واقف في انهي حته يا كابتن؟ في الكلام اللي انت قلته ده، انت حاليا شغال في انهي حته، في انهي منطقه؟ حاليا دلوقتي انا شفت دلوقتي حوالي 1000 لشويه. 1000 في الفتره اللي فاتت دي كلها بتابع. امبارح كنت في ماتش الاهلي وانبي في الطريق كيلو 4.5، عملت 10 ايام و10 ايام، لعبت مباراه ومباراتين باذن الله. التجمع الثالث 22/12 عندي 10 ايام، هعمل فيهم ثلاث ماتشات بامر الله، برضو القسم الثالث ماشي ممتاز به. كده يبقى خلصنا 2018. 2019 في عندي 12 شهر، 12 شهر فيهم الامتحانات وفيهم نهايه الموسم وفيهم رمضان وفيهم مقسم، شايف انت طبعا. فاللي اقصده الوقت يا شباب جري، والوقت هيبقى قدامي عام واحد بس، سنه واحده بس. فعندي ثلاث تجمعات بكده في 2019، وهنبتدي بقى نعمل خش في افريقيا من اول 19 باذن الله، نخاط في افريقيا بقى ونشتغل، لان هو حضرتك دلوقتي افريقيا بيخرجوا بره، بياكلوا كويس ويناموا كويس طبعا، في مراحل مهمه جدا بيشتغلوا فيها محترف في هذا السن، ويجي لك جاهز في التصفيات الافريقيه طبعا. بياكلك دلوقتي الدنيا اتغيرت في افريقيا بحياتك. فده شغلنا، وبشتغل طبعا بجهازي وبلف وبنشتغل، وربنا يعيننا. ربنا يعينك كابتن. لكن في ظل بقى اللف واللعيبه اللي بتشوفها، الجيل ده انت شايفه ازاي؟ الجيل مش صغير الاول، الاجيال بتقل بتقل. بس حضرتك وطول ما انت بتجتهد، هو على اللاعب على المدرب انه يبتكر وانه يشتغل وانه يوجد بامر الله وتوفيقه، لان انا مطلوب مني اني اعمل منتخب عندي. هو ده اللي رسالتك بقى للجيل اللي انت بتروح تشوفه، تقول له ايه؟ انت قاعد بره بتتفرج على ايه؟ عايز تشوف ايه منه؟ عايز يبقى عنده استعداد؟ عاوز اشوف المدرب الاول. مدرب طبعا. الاجيال يا استاذ مدرب، الناشئين مدرب، بتنسق مع المدربين؟ بنسق، بروح انسق، بس انا عاوز المدرب يشتغل مع اللعيبه. تشتغل في ايه؟ شغل على السبوره. الولد الصغير ده يا استاذ ايهاب محتاج حاجات مهمه جدا، الشغل على السبوره اولا ماشي، والشغل في الفيديو، وشغل الملعب، المحاضرات اللي بالفيديو والفنيات طبعا يا استاذ ايهاب. 4-2-3-1
لازم اهضمها له. مش هنا انت هنا لازم يهضمها. الوقفه هتحرك امتى؟ هتغطي عكسي امتى؟ انت بتبني. انت بتبني بتطلع للفريق كبير، كل همك ما يبقاش دوري، كل همك مش ثلاث نقاط، كل همك الفريق الاول، كل همك يبقى عندك في الخارج يروح يعترف، كل همك المنتخب الاول، ده الشغل مع الصغيرين، انا بختار له شخصيه نموذجيه، شخصيه تستحمل، شخصيه عندها صبر، شخصيه عندها فنيات. واحد النهارده باش عصبي كسبان تاتو وبطل الولد، تعامل مهم جدا يا استاذ. كل ده انا بقول هو ده شكوتي وده اللي لازم يصحح في قطاعات الناشئين، يبقى خد بالك مهم جدا تعامل الولد، مهم جدا تشوف ظروف الولد، مهم جدا خلي بالك في اولاد كتيره جدا ما بتلعبش اساسيه انا بجيبها بتبقى نجوم عندي مش اساسيين. بس انت شايف في حاجه لقط في حاجه؟ طبعا. امال ايه يا كابتن؟ في ظروف كتير جدا. المدرب ما بيحبوش، المدرب بيلاعب واحد عشان مش عارف ده ابوه فين. على حساب الصح. ده بيحصل طبعا. طبعا. فاللي اقصده ان الادارات تهتم بيه. بتواجه ازمه في التسنين يا كابتن ولا القصه دي؟ في طبعا في تسنين. في مفيش كلام. بس انا دعوه بيها كبيره. بس انت بتاخد بالك ان يعني يعني التسنين ماليش دعوه بيه لان انا بشتغل في فردي. انا فاهم. مواليد فرديه. وفي نفس الوقت ما بيقابلنيش حاجه زي كده. انا بروح الانديه وبنجيب، والانديه بتشتغل على شغل رسمي وشغل صح. لكن اقصده ان الاولاد محتاجين شغل فني يا استاذ يعني. شغل فني. المدرب يشتغل معاهم، خد بالك، لان حضرتك من 8 من 6 ل 8 ومن 9 ل 12 ومن 12 ل 15 13 ومن 13 ل 15 ومن 16 ل 18 كل ده محتاج شغل معين. طبعا طبعا. هل ممكن كابتن ربيع يبقى عنده مثلا زي فرقتين في هذا السن بيلعبهم قدام بعض بيحاول يحفظهم؟ لان يبدو كده ان الجهد الفني ياخد منك وقت كبير عشان تجهز اللعيبه تتحط على التراك بالشكل الاحترافي الكبير اللي منتظرها في التصفيات. انا بحب احترم الولد واحترم نفسه واحترم الشغل واحترم الامانه. فخلي بالك الانتقاء يا استاذ ايهاب، لو انا مثلا قدامي دلوقتي شفت 50 النهارده مره واحده، هو ده يكفي؟ يكفي ان اشوف اللعيب مره واحده؟ لا طبعا. طب خلاص. كم مره كم مره يعني انا بسالك سؤال يا استاذ، كم مره تشوفه عشان تقدر تقتنع بيه مثلا او لا؟ كم مره؟ على الاقل 3 4 مرات. شفت انت قلت 4 مرات، هو ده شغل بس ده 50 طبعا. انا عاوز اشوف 13000 وشويه. عاوز اشوف ال 440. عاوز اشوف ال 1000 الا شويه. 3 4 مرات ده شغل، ده كلام علمي ومنطقي وفيه العدل. تمام. فانا 4 مرات طيب امتى هجيب وقت؟ الواحد عشان كده قلت لك اديني وقت، اديني وقت واديني قطاع اطلع لك اللي انا عاوزه. لان بجيب كتير جدا انا بشوفه عندي ساعات اليوم بوجدها كتير ممكن افضل طول اليوم ما يهمنيش، لكن الدين الوقت عشان الانتقاء ده مهم جدا. لان وانا زي ما قلت لك اتفضل في لعيب بتشوفه بتقول طبعا هو ده لعيب منتخب عنده في المية. مواصفات كام في المية؟ 5 6%. بس خلاص الباقي لازم تصنعه انت. طبعا ده لازم تصنعه في السن ده بالذات وتوظفه وتجيب وتشوف مفيش مشكله. لكن اللي اقصده ان موهوب قل، لكن في ناس موهوبه خد بالك، لكن قل. النهارده انا وصلت لمراكز مش وحشه، وصلت لحوالي 30% 25%، لكن راس حربه الصريح، راس حربه الصريح لسه ما انا بص عندي تجمع 22/12. 22/12 هتخلص في 10 ايام، هخش في 19 قصدي 2018. 2018 هتخلص لسه بدور على راس حربه. مهمتي ان انا اوجد راس حربه، مهمتي ان اوظف راس حربه. هل المواهب وصلت لهذه الندره؟ بعض المراكز اللي بتشوف يقول الفراوده في مصر قليله، الانديه اللي بتدعي عليها يا استاذ، خلينا واقعيين. كل سياسه. طب ده فوق سياسه. ما هو سياسه الشراء، ما هو عاوز اقول لك حاجه. ما انت بتشتري. طب وانت بص كل مدير فني في الدوري الممتاز تحت ايديه 90 لعيب. 90 كويس. مركز كويس. انا اقصد 97 لعيب زي صلاح محسن جاي ناشئ وطلع وادى، بيبان ده موهوب. عماد متعب كان طالع بيبان ده موهوب. يعني ما في موهوبين. هي بص المواهب قلت. بس اللي اقصده احنا انت بتعمل اختبارات يا استاذ بيجي لك 70 و80000 و100000 و150000 و200000 مش ممكن يخش فيهم موهوبين. اكيد فيهم، بس الاولاد خلي بالك في ظروف، في ناس بتكسب. ده في الاختبار ده بتشوفه نص ساعه، يا ريت يوم واثنين وثلاثه. هو ده اللي بتكلم عليه. وفي نفس الوقت سياسه الشراء بقت شديد مديه اهتمامات يا استاذ ايهاب، خلينا واقعيين. تمام. هو النهارده انت كله بيشتري عشان السياسه دي برضه مهمه جدا، يبقى في تقنين بس، في نظام. فاحش النهارده قطاع ناشئين بيصرف من 10 ل 12 ل 13 او ما ينفعش النهارده في ورقه وقلم انا عاوز 5 6 لعيبه. لو مش هيطلعوا الفريق كبير عاوز 5 6 مراكز اوديهم بره، اعملهم اعارات للانديه، طلع لي 10 لعيبه مالكش دعوه، 10 لعيبه للفريق الاول، الفريق الاول مكتفي، ال 10 اعمل لهم اعاره. تمام. وكده كده هم تحت السن يا استاذ ايهاب. انت عندك مواليد 97 ومواليد 99 و2001، 90 لعيب تحت المدير الفني.
طب بالنسبه بقى وانت بتتكلم وانا عارف انت لفيت كتير قوي في ظل ما تطلقه وزاره شباب الرياضه بمشروع الالف طبعا محترف والاجواء دي، هل عندنا قصه اننا نقدر يبقى عندنا 1000 يعني مثلا دلوقتي نقول 10 20 50 محترف 100 محترف، كلمه ال1000 محترف دي يعني هل احنا عندنا في القطاع متسجلين كام لعيب كوره عشان نطلع منهم 1000؟ هل كابتن ربيع ياسين بخبراته دي تم الاستعانه بيه موجود في وهو بيشوف الحاجات دي، شايف الوضع ده ازاي؟ لا طبعا هم بيبقى لهم نوعيات خاصه وحاجات خاصه، يعني انا مش عاوز اتكلم عشان حدش يزعل، لكن الحمد لله مدرب المنتخب مش، لكن اللي عاوزين نقول لما يكون في حاجه زي دي لازم يتعمل مؤتمر صحفي كبير جدا يبقى فيه كل الاطراف، لان دي حاجه لمصر. لما اسمع من الاستاذ واسمع من ربيع واسمع من اسمع واخد بالك، وفي نفس الوقت اللي عاوز يقدم حاجه اتفضل يقدمها، لو زيد ده المشروع اللي انت عاوزه من ايده لزين زي ما بيقول، انا التخطيط انا النظام كذا، ده خلي بالك دي مسؤوليه كبيره جدا. المسؤوليه الكبيره دي محتاجه اول حاجه جانب اداري مهم جدا احطه على الورق، وجانب فني. انا بنظم امور يا استاذ في المحافظات، انا عندي تقريبا 28 او 29 محافظه تقريبا. عشان اعمل منتخب، عشان اعمل 1000 لاعب لازم اعملهم من نص ال 100 مليون. عندي عدد اللعيبه المحطوطه موجوده 10 مليون 5 مليون 7 مليون، لازم اشتغل صح، فانظم اموري امتى اروح اسوان وامتى اروح مطروح وامتى اروح القليوبيه وامتى اروح البحيره وامتى اروح دمنهور، امتى على الورق وانظم. والمواليد اللي انا عاوزها كام؟ 8 سنين 10 سنين 12 14 بالزبط. 16 انظم اموري على الورق، اكتشاف الموهبه وتقديمها ووضعها على الطريق، دي قصه علميه بحته. وبعد كده همرنها، مين اللي همرنها؟ ومين اللي هيشوف؟ العين دي زي ما حضرتك قلت يا سام مهمه جدا. العين مهمه جدا. هعمل له اكاديميات ولا هدخله في نادي ولا بجيبه ازاي؟ وهجيبه من الشارع ولا من النادي؟ يعني مثلا في تجربه كانت عملت لاحد الشركات في دوري مدارس، بصراحه كانت عامله جابت لعيبه كتير جدا، وهي تجربه خاصه. بتصرف يعني عليها. وبتصرف على الولد، وبتجيب له جزمه. بالظبط. وبتجيب له سرير ينام عليه، وبتجيب له مطعم ياكل، وبتجيب له مسجد يصلي فيه، مخلينا واقعيين. طبعا. وبتجيب له وبتجيب له وبتجيب له. انما انت دلوقتي هل التجربه دي من الشارع ولا من مراكز الشباب ولا من الانديه؟ من الشارع هيجي لك ازاي الولد هيشوفك وما عندوش جزمه؟ هيجي لك ازاي الولد هيجي لك ما عندوش مواصلات يجيها؟ هيجي لك ازاي بدون مش عارف ايه؟ هيجي لك فين وفين وفين؟ ايه النقاط؟ يعني قصدي انت بتركز ايه اللي انت عاوزه بالظبط؟ واسمع الاراء ووسع الدايره. طبعا. ومصر مليانه بالناس ما شاء الله مثقفه وفاهمه، وناس مش هم ثلاث اربع اسماء بس. طبعا كلنا خدامين وطننا وكلنا نحب وطننا ومشروعها يا ربنا يوفق، لكن بتكلم في اسماء ما ينفعش لهذا المشروع، في اسماء معينه تنفع لهذا المشروع. ادي العيش لخبازه، كل حاجه مهمه جدا. بس نشتغل الرجل المناسب في المكان المناسب، خد وحدك. لكن مصر مليانه بالمواهب، حدد الهدف ونظم امورك وقدمه واشتغل بعده. أكيد مصر مليانة بالمواهب ورسالتك واضحة جدا. لو اتكلمنا بقى على المنتخب الأول والمنتخب ماشي بشكل كويس مع أجيري وأداء مميز، بس قبل ما أكلمك في الحتة دي، إيه الفرق بين جيل 90 لصعد كأس عالم وهذا الجيل الحديث أخيرا لصعد كأس عالم؟ جيل 90 كان بيعتمد على عصم نفسه مهم جدا، كان بيتحمل مسؤولية، يعرف يعني إيه تركيز والتزام وإصرار. جيل 90 كله طبعا موهوب، دي حقيقة. الدليل إن جيل 90 يا أستاذ إيهاب حقق بفضل الله في الثمانينات 4 بطولات، كاس العالم، اولمبيات، العاب افريقيه، امم افريقيا، من مين؟ من الجزائر اللي كان عندها عدد كبير جدا من المحترفين، ما فيش كلام. فده يبين لك ان جيل موهوب، جيل بيتحمل مسؤوليه، جيل شارك مع مدير فني. اثنين مهمين جدا، توفيق الله سبحانه وتعالى، زاد اللعيبه الموهوبه اللي تحمل المسؤوليه، زاد مدرب عبقري قدروا يقدموا حاجه، تحملوا المسؤوليه باقل القليل ونظموا امورنا وقدرنا ان احنا نكسب مين؟ الجزائر في عهدها. الجزائر كانت واصله 82 كاس عالم، 86 كاس العالم، 82 و86 اجيال في ومحترفين ما عندناش طبعا. احتراف طبعا. فده يختلف. النهارده بتلاقي المساحه قليله، بتلاقي الموهوب قليل، بتلاقي الحمل السريع قليل، لكن في حاجات امكانيات طبعا تفوق، فيمكن هي دي مديها زقه غير عاديه. فده الفوارق طبعا مصر دايما ولاده، ومصر عند كل وكلها اجيال محترمه وكله بيسلم بعضه، لكن في جيل بيختلف على جيل، في طبعا جيل موهوب، جيل مصنوع، جيل جيد، جيل بيحاول، جيل مجتهد. فالحاجات دي كلها اعتقد انها كانت موجوده ايامنا، ان الموهبه كانت كتيره في المراكز، ان كل واحد فينا نجم، في منافسه وفي منافسه في مكانه، كل واحد والاحتياطي بتاعه نجم. وبعدين في نقطه، كان الدوري قوي جدا والانديه قويه جدا، كل انديه مصر يعني المحله كان فيها، بص فرقه عامله ازاي، الاتحاد عن فرقه ازاي، المصري غير الاهلي والزمالك والمقاولين. فالقصود ده كان نتاجه ان عملت منتخبات خدت وحققت احسن البطولات. يعني اكيد بتبقى منافسه على الاداء الفني في كاس العالم. شايف ان جيل 90 لما لعب في كاس العالم ساب زهوه
رغم انه برضه لم يتاهل للدور الثاني لكن عمل نتائج بشكل كويس، لعب امام منتخبات قويه ظهر بشكل كويس. هل الجيل الحالي قدم نفس المردود الفني ولا الناس كانت متوقعه منه اكثر من كده؟ في نقطه استاذ جابر، احنا خلي بالك احنا خدنا نقطتين في كاس العالم 90 من مين؟ من هولندا ومن ايرلندا، ورجعنا مع احترام الشديد ما فيش اي حاجه خالص ولا حتى لما وصلنا. ده مهم جدا خلي بالك. لا ما دي حقيقه. انا بقول برضو ان احنا جيل حققنا المستحيل باثنين نقطتين، رجعنا بنقطتين طبعا. من هولندا بطلت اوروبا 88 بمين؟ باستن وخولت وكومان وماتش يفضل عايش في التاريخ ابزاز بقلل القليل. لا انت سنه 18 ما قدمتش المردود اللي انت عاوزه، انت راجع باولا في مجموعه مش هتتكرر. انت مجموعتك كانت مين يا استاذ؟ مجموعتك روسيا، مجموعتك ارجواي، مجموعتك السعوديه. انت على الاقل على الاقل على الاقل ترجع باربع نقاط، باربع نقاط ترجع بيهم مع الامكانيات ومع الاحتراف ومع ال 22 لعيب كان فيهم حوالي كام لعيب محترف ما شاء الله. اكتر وقت فيه لعيبه محترفه كبيره في الدوري الانجليزي كبيره جدا على راسهم النجم الكبير نجم العرب وفخرنا وابننا العزيز صلاح. محمد صلاح ما ترجعش بالنتيجه دي خالص، كان المردود يبقى احسن وافضل واقوى واداء، وعلى الاقل على الاقل من الاربع نقاط ترجع بيهم حتى لو فيش توفيق في الادوار بعد كده، بس الاداء كمان كان مختلف. لان عندنا منتخب كويس، منتخب محترف، لعيب محترم، لعيب على مستوى، وكان عندنا كاس برضه خبراته كبيره جدا. فاعتقد المردود اللي كان منتظر الجمهور والاداره ما قدموش الفريق في 2018. خبرات المنتخب اختلفت وتغيرت وجي مدير فني مكسيكي جديد والشكل العام تغير، شايف التغيير ده ازاي؟ لا انا شايف ان الراجل شخصيه قويه، شخصيه فنيه رائعه بصراحه، عمل شغل رائع بصراحه، عمل شكل جديد، عنده ميزات كويسه جديد كتيره جدا، مش عشان احنا كسبنا تونس ولا كسبنا الماتشات، لا هو عنده الايجابيات في الفترة اللي مسك فيها مستر أجيري كبيرة كتيرة جدا. أولا في وجوه جديدة، احنا صلاح محسن نادينا كتير جدا ان يروح في ايطاليا يروح روسيا ويبقى احتياطي، يعني تعتمد عليه حتى تاخده تبقى عندك مفيش. تبقى عندك اوراق، مفيش تبقى عندك اوراق. الراجل بيجهز فرقة، الراجل بيعمل جيل، الراجل بيعمل لكاس الامم، الراجل بيدي مساحة كبيرة جدا للعدل، دي حقيقة. والفنيات شفنا طريقة جديدة، شفنا وجوه جديدة، شفنا روح جديدة، شفنا شكل جديد، مش عشان كسبنا لا تمام. انا مدرب انا حاسس شفنا طريقة جديدة، شايف في شغل، شوف نقلة هجومية فيها تحرر، فيها ابداع، فيها تألق، ده كان مهم. ليه تصريح مهم يا جيري؟ قال لك لسنا منتخب صلاح، يعني خلاص انا بعتمد على التيم كله. لا انا من وجهة نظري وقابلته قلت له المدرب سي في بتاعه قوي جدا يا استاذ، هو عمل نقلة كويسة وعمل حالة كويسة، ومع احترامي الشديد ما بيسمحش ما بيسمحش، خلي بالك دي مهمه جدا. والراجل بيعمل جيل، بيعمل منتخب لكاس افريقيا، بيعمل منتخب لكاس العالم، منتخب يحقق احسن النتائج. فانا من وجهه نظري انه نجح بامتياز وانه راجل رائع، واختياره كان رائع طبعا، دي حقيقه. وربنا يوفقه وكلنا في ظهره ان شاء الله تعالى. اكيد ده كلنا في ظهره وفي ظهر الكره المصريه. الوقت مع حضرتك بعدي سريعا، ولا حضرتك حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك؟ لا بشكرك طبعا وبشكر قناه النادي الاهلي، وربنا سبحانه وتعالى يجيب الكابتن الخطيب بالسلامه ويشفيه ويعافيه يا رب، ودايما النادي الاهلي في المقدمه باذن الله تعالى. شكرا كابتن. شكرا استاذ ايهاب، شكرا جزيلا. كده تكون انتهت اولى فقرتنا الحواريه بعد الفاصل، وفقره حواريه مميزه وزميلي امير هشام.